اليوم أنا عم شارك بهذا العمل من لبنان، يعني مع كل النجوم العراقيين في شخصية يجب أن تمثل الصوت الذي يجمع المقاومة على طريق البصيرة، وهو من محور المقاومة من لبنان إلى الشام إلى فلسطين. هذا الصوت من بلاد الشام، يعني أنا عم بمثله هون بهذا العمل لكمان نضوي على دور المرأة والجهة النسائية في المقاومة والجهاد، لأنه المرأة دائما هي الداعمة والساندة، وهي أم الشهيد وأخت الشهيد إلى آخره. فكل هيدي الرمزيات والأيديولوجيات عم تتمثل بشخصيتي على خشبة المسرح.